يا تكم البشارة من جهاز الضرائب، شركات دخلها في السنة 150 ألف ريال عماني ومعفية عن الضرائب. إيش هذه العلوم؟ سمعوا لأني جايب لكم أخبار حلوة. اسمعوا البشارة العودة لأصحاب السجلات التجارية. رأس مال شركتك 60 ألف ودخل السنوي 150 ألف وعدد العمال المسجلين 25 عامل، أنت بتدفع فقط 3% مثل الشركات العودة اللي تدفع 15% ضريبة. ولكن البشارة تقول أنك ما راح تدفع أبداً. ما راح أدفع؟ إيش المطلوب؟ المطلوب أنك توظف عمانيين اثنين أو تكون متفرغ، معفي عن 3%، بس ما معفي أنك تسجل وتفصح عن بياناتك. الشيء الجميل الآخر، يا مخيني أنا ما أقدر أي كل يوم جهاز الضرائب أستفسر وأدخل بياناتي يا حبيبي، وأنت قاعد في بيتك الجماعة أونلاين من خلال الموقع الخاص بجهاز الضرائب، سجل ودخل بياناتك وحط قراراتك وأنت قاعد في بيتك. استصعب عليك الأمر؟ هذا رقم الكول سنتر. استصعب 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 الأمر، حياك الله خدمة العملاء ما بيقصر معك. وشيء مهم، لا تي من صلالة تستفسر هني، ومن صحارة هني، ومن نزوة هني. عندك 4 أفرع: جنوب الباطنة، شمال الباطنة، والداخلية، وظفار. الخبر الأهم لما قلت لكم تعالوا ولحقوا على أعماركم، هذا خبر جدا مهم لأصحاب السجلات الغير نشطة ومشي فيها عمال، ما يحتاج تهني ولا يحتاج تزور أي فرع. ادخل في الموقع هذه وقدم إقرارك وقول أنك أنت ما عندك شيء، خلاص أمورك مخلصة. رسالتي لأصحاب السجلات، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لابد أن نكون على دراية بكل ما هو جديد فيما يخص قانون الضرائب وجهاز الضرائب. باكر أنت تهمل هذا الموضوع يترتب عليك ضرائب وغرامات. تابع حسابات جهاز الضرائب في كل وسائل التواصل، وكن دائما على علم وعلى دراية، وقدم أول بأول وخلك في السليم. بكل سهولة إذا بتدخلون على الموقع التابع لجهاز الضرائب، ارفع الشاشة يوديك مباشرة وأنت في بيتك، خلص كل أمورك من خلال الموقع الخاص بجهاز الضرائب. الحين عاد قاعد أتريق، الله يستر كم المبلغ اللي علي، هل بدفع ما بدفع بيعفوني؟ أنا المشكلة ما قدمت قراراتي، أنا ما قدمت قراراتي، هذا أكبر خطأ أني سويت، أني ما قدمت قراراتي. المفروض أني أقدم قراراتي سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، ولكن الإهمال وعدم الدراية. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، قدموا قراراتكم، بياناتكم مهم جدا سنويا عشان ما تطيح باللي طحت فيه أنا.